واهلا بيكم في قناتنا عالم كوكيز. النهارده هنشوف المشكله ونشوف حلها مع الادوات العمليه اللي هنقدر نستخدمها يوميا في بيتنا. تعالوا يلا نبدا الفيديو ونشوف الادوات اللي معانا النهارده ايه. ودي لعبه العروسه الجميله معاها مكوز الشعر والفرشه والاستشوار وتاج كل البنات الحلوين والعسلين. من الصخر للأرض تعمل ايه؟ تجيب الفرشة الجميلة دي وتحطها عشان ما توسخش الدنيا. موبايلي بيرن. ياس للأسف المية بهدلت الأرض عندي. دلوقتي هجيب الشوز السيليكون ده وحط فيه الحاجات اللي عايز اعمل فيها حمام المية الرجلي. ريحته جميلة قوي وكمان اقدر اتحرك بيه بكل سهولة. الله ده انت وسخت توبك قوي. دي مفتة جميلة، دي فيها جيل كمان. اما جربها عليا الاول بتنضف في ثانية. ممكن البسها لنونو. لو اكل ده وقع هيقع في الجيل ده وهدومك هتفضل نضيفة. الحرامي هيسرق الحاجات من سنتات. هتحط الرواد ده كده وتقوم حاطه فيه حاجات التليفون، وهنا بقى الفلوس والحاجات وتحط تحت الهدوم ومفيش حد هيسرق حاجة. محتاج تربة بسرعة عشان اعمل الزرع بتاعي. يا رب ما حد يشوفني. ايه ده انت بتعمل ايه؟ لا ما تحدفنيش بالطوبة. استنى دي مش طوبة، دي الطينة السحرية بتاعتنا. هنحط عليها مية وهتكبر وهتعمل لك احلى تربة وتقدر تزرع بيها في سهولة. يلا اتفضل خدها واعمل الزرع بتاعك. شكرا. الشمسية بتاعتك بتضايقني. انا هجيب الشمسية بتاعتي وامشي براحتي. رباط الشوز بتاعكم مفكوك. انا عندي الحل السحري. بصوا الباكت ده فيه الرباط السحري ده، نقدر نحطه بكل سهولة من غير ما يتفك ولا يتكعبل ببعض. يلا بينا. الجو بيمطر بس انا معايا الجاكيت السحري ده. بدور على الاي دي بتاعي في الشنطة ومش عارفة الاقيه بكل سهولة. ايه ده انت دخلتي بسرعة كده ازاي؟ استني وريني معاكي ايه. دي ميدالية سحرية، ممكن اركب فيها اي حاجة بسهولة وتتشد كده، اعلقها في شنطتي وتبقى بسهولة اطلع مفاتيحي والاي دي بتاعي. يلا بقى نشرب العصير. استني اقولك حاجة جميلة تسهل عليكي، ده الطقم السحري. هتصبي العصير فوق وهيصب كل الكوبايات مع بعض وبكده نشرب بكل سهولة. يلا نشرب. ياي جميل. هركب السكر هنا. حرامي لازم اجيب حل سحري. ده كده القفل ده عشان الموتوسيكل ما يتسرقش. الحاجات وقعت مني كلها. ما عنديش شنطه حلوه احط فيها الحاجات بتاعتي من غير ما تقع. اتفضلي الشنطه السحريه دي بالعجل، هتسهل عليكي تحطي حاجتك فيها، وكمان لو ما كفتش تقدري ترفعي السوسته دي كده لفوق وتاخدي حاجات اكتر. انت ماشيه كده ليه؟ انت سقعانه؟ الجلد بتاعي مفيش زراير. يا حرام. بصي انا معايا الزراير دي سهل تتركب بكل سهوله. اتفضلي كده جربي. واو ده حلوه قوي. اتفضلي كمان زراير ايه خليها معاكي. لو سمحتي معاكي منديل امسح بيه ايدي؟ اتفضل. لا مش قصدي كده، هاتي منديل. بس استنى اصبر. بص استنى، لو حطيت عليه ميه هيتفرد. بص تفرده، ده منديل سحري. شكرا، انا مكنتش اعرف ده. انت ضيعتي حاجتك. يا مامي انا اسفه. طب بصي تلك الطبعه دي تحطيها على كل حاجه، كمان مش بتطلع بسهوله. ايه ده بصي هناك كده، ده في قرد متعلق في الشجره. الله ده جميل قوي. ده ممكن نحط جواه المناديل بسهوله ونقفل عليه السوسته وكمان نعلقه على رقبتنا يواسينا واحنا بنعيط. ده جميل قوي وحلو. انا بردانه، دفيني. لا مش هينفع كده، انا اتخنق. استني طيب اجيبلك حل جميل. بصي الايس كاب ده ومعاه الكوفيه تقدري تلفي بيها على رقبتك، وكمان فيها الجيب الجميل ده تدفي ايديكي. حلو قوي، يلا بينا. حد يساعدني، موبايلي وقع تحت هنا. استني اما اساعدك. موبايلي انا كمان وقع. استنوا يا بنات، بصوا اللزق السحري ده ممكن نحطه تحت ونلزق بيه الحاجه اللي احنا عايزين نشدها وكده نطلعها بكل سهوله.
ايه ده؟ ايه الإزازة الغريبة دي؟ جت منين؟ بتاعت مين؟ اوه دي فيها لعبة من فوق، باسكت بول؟ الله دي جميلة قوي. الله انا هاخدها ليا، شكرا يا ربي. هنا كمان الكاميرا بقى الكيوت الحلوة دي، الله دي جميلة قوي، ونقدر نستخدمها لأطفالنا الحلوين يصوروا بيها ألعابهم الجميلة. يلا بينا يا كيتي، ازيكو؟ وهنا بقى معانا السجادة السحرية دي، كلها رسومات وأشكال جميلة لقط الأطفال، فيها ميزات كتير. أولاً إن هي طبقتها سميكة فبتدفي ومش بتسقع أطفالنا، وكمان ظهرها خشن فمش هتزحلقهم في الأرض، والوش بتاعها ناعم نقدر ننظفه ونمسحه بكل سهولة. ممكن نقص الأشكال بتاعتها أو نسيبها زي ما هي، شكلها جميل قوي وحلو لأطفالنا. أنا بحب الكرسي ده عشان ممكن أقلبه ويبقى سلم جميل. لا لا الشوز بتاعك ريحته وحشة قوي، مش عاجبني، خليه هنا من فضلك. بصي أنا عندي الكبسولات السحرية دي، ديت فيها معطر ممكن نحطه في الشوزات أو في أي مكان عندنا في الدواليب والأماكن الحاجات اللي بنخزن فيها. اللعبة دي 3 في 1، ممكن باسكت بول أو ممكن سحلية أو ممكن كرسي هزاز، يعني هما 3 في 1. أوه أنا وقعت واتخبطت. لا مش هينفع، الترابيزة دي بتعور جامد. تعالي نعمل حاجة أمان لينا ولأطفالنا، إن احنا نحط الأشكال السيليكون دي وتبقى ضد الصدمات. وهنا كمان في بقى الضغط السيليكون ده اللي نقدر نحطه في التويلت سواء في القعدة أو في الغطا اللي فوق عشان نحركه بكل سهولة من غير ما نمسكه. الحاجات السخنة وأنا بطبخ الأكل بتيجي على إيدي، دي مشكلة كبيرة وهتبهدل إيدي، لازم حل. اتفضلي الكمام الجميلة دي، تقدري تلبسيها بكل سهولة وتعملي أكلك وإنتي مرتاحة من غير أي مشاكل، لأنها بتمنعك من أي حاجة. في كمان معانا الشنطة الجميلة دي، شنطة سحرية وجميلة لأنها من جوه فيها المادة العازلة للحرارة، نقدر نحط بيها الأكل ونحتفظ بيه لمدة طويلة في الرحلات بتاعتنا. وكمان معانا جهاز الليبل الجميل ده اللي نقدر نحط فيه البكرة اللزق ده، ونوصله بأبليكيشن على الموبايل نكتب أي كلمة احنا عايزينها وبكل سهولة تطبع لنا الكلام ونلزقه على الحاجات اللي احنا محتاجينها. انا بقى عندي مشكله ان انا بنسى الادويه بتاعتي. لا معانا منظم الادويه الجميل ده اللي هنحط فيه ادويه كل يوم مع بعضها وناخدها بكل سهوله. محتاجه مشترك الكهرباء ده يكون معايا، بس للاسف في مطره ولو جت عليها هتبقى مشكله الميه مع الكهرباء. اتفضلي الحل الجميل ده، ده مشترك وعليه كفر من فوق هيمنعك من اي ميه، تقدري تاخديه معاكي بكل سهوله. وكمان معانا المسدس ده، والمسدس ده فيه كفر للموبايل، تقدروا تركبوا فيه الموبايل وتعملوا مقالب في صحابكم. كاميرا كمان كيوت وحلوة قوي زي اللي شفناها قبل كده، بس الكاميرا دي فيها ميزة جميلة انها بنطبع الصور بسهولة في وقتها، يعني نصور ونطبع الصورة على طول. عندي مشكلة في الصابون، بياخد معايا مكان في شنطتي. الأنبوبة الجميلة دي فيها شرايح صابون صغيرة، نقدر نفضي الشرايح في ايدينا ونفركها بس بسيط كده ويبقى غسلنا ايدينا بكل سهولة. الطقم ده بقى شكله كيوت حلو قوي لأولادنا، فيه البراية الجميلة دي اللي شكلها حلو بتبري القلم بكل سهولة من غير ما نبهدل الدنيا. وكمان الجومة السحرية دي حلوة قوي وحجمها كبير، وبعد ما نمسح معانا الجهاز ده يشيل كل المسح اللي احنا عملناه. وصفتي النهاردة محتاجة اعمل فيها كور، بس هبهدل ايدي ازاي؟ لا خدي الجهاز الجميل ده وحطي فيه الحجم اللي انت عايزاه وابتدي رجيه، هيعملك احلى كور. وهنا بقى معانا حاجتين حلوين قوي للموبايل، الكفر الجميل اللي بيتحرك وجواه الاشكال الجميله دي، وكمان شاحن الموبايل ده بيدي اضاءه جميله قوي وحلو، انا عايزه واحد منه بجد. انت تعبتي قوي في الغسيل ده، بصي الغساله الجميله الصغيره دي حطي فيها الغسيل بتاعك وشغليها بكل سهوله. والميزه فيها كمان ان فيها العصاره دي، بعد ما تخلصي شغلي العصاره وعصريها. وكمان لو حابة تغسلي الشوزات معاها فرشة تقدري تغسلي بيها الشوزات بتاعتك. انتي محتاجة انك ترتبي الهدوم بتاعتك او تخزنيها، اتفضلي البوكس الجميل ده تقدري تشيلي فيه بكل سهولة بدل الشنط الصغيرة والاكياس. لا اتفضلي حطي في ده، وفي سوستة من قدام تقدري تاخدي منه كل حاجة انتي محتاجاها بسهولة. وهنا كمان بقى طقم التوابل الجميل اللي كله ألوان، نقدر نحط فيه كل التوابل بتاعتنا ويدينا منظر جميل في مطبخنا. ونرجع تاني للبراية الكيوت دي اللي تبتدي تبري القلم بكل سهولة وأطفالنا من غير ما يبهدلوا الأرض ويبهدلوا المكتب بتاعهم، حلوة قوي وجميلة وعملية لأطفالنا.
وهنا كمان وصلة الكهرباء الجميلة والمشترك اللي نقدر نركب فيه كذا فيشة، والسلك بتاعه طويل نشده للمكان اللي احنا محتاجينه. محتاجة اعمل فشار بطعم الشوكولاتة. معانا جهاز الفشار ده، لنحط فيه الفشار والمادة الدهنية بتاعتنا ونحط الطعم اللي احنا عايزينه ويعمله لنا بكل سهولة. ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم في عالم كوكيز. تابعونا دايما على قناتنا، هنعرض عليكم كل جديد، ويا رب فيديوهاتنا تعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وتعملوا سبسكرايب للقناة، تتابعونا في كل جديد بننزله. نشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.